وينضم معنا من البرلمان مراسل التغيير محمد فراس. أهلا بك محمد. وبالبداية يعني جلسة مرتقبة اليوم لانتخاب رئيس جديد للبرلمان، ضعنا في صورة الأوضاع من حولك، وهل بدأت بالفعل توافد للنواب لبدء أو إذن لبدء هذه الجلسة؟ هل هناك حضور كافي وسيكون هناك حضور لنواب ووصولهم إلى قبة البرلمان من أجل هذه الجلسة؟ يعني الأجواء من حولك هل تشي بانعقاد جلسة اليوم؟ إن تحدثنا عن الحضور بدءا فالوقت مبكر لتحديد إن كان الحضور كافي لعقد جلسة، خصوصا أن المجلس اعتاد على عقد جلساته بعد ساعة أو ساعتين أو ثلاث ساعات من الموعد المحدد ضمن جدول أعماله. نتحدث عن جلسة اليوم، الجلسة رقم 25 في الفصل التشريعي الأول ضمن السنة التشريعية الثالثة، هذا الفصل الذي مدد لثلاثين يوما من بقرار من هيئة الرئاسة بغية سل الوصول إلى حلول للملفات العالقة، خصوصا ملف اختيار أو انتخاب رئيس مجلس نواب جديد بعد جلسة أولى ضمن جولة أولى لم يتمكن فيها المجلس من حسم المنصب. دعونا نتحدث عن جدول أعمال جلسة هذا اليوم. بدءا من تقرير ومناقشة القراءة الثانية لمشروع قانون العطلات الرسمية والتي تكون مسؤولة عنه اللجان، لجنة الأوقاف والعشائر واللجنة القانونية ولجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام. هذا القانون لربما يكون فيه أوجه خلافية كثيرة، لربما ستؤخر من عقد الجلسة لوقت ليس بالقصير، ولربما إن عقد سيكون هنالك التأخر في قراءته، خصوصا أن هنالك كان لغط وحديث كثير حول هذا القانون. وأيضا تقرير ومناقشة القراءة الثانية مقترح قانون التعديل الثاني لقانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقم 31 لسنة 2019 اللجنة القانونية، ثم المادة الثالثة ضمن هذا الجدول والمتخصصة بانتخاب رئيس مجلس نواب. أتحدث عن جلسة سابقة عقدت في كانون الثاني يناير الماضي والتي كان فيها جولة أولى لم يحسم كما تحدثت منصب الرئيس فيها، و على أمل أن تكون هنالك جولة ثانية اليوم وتعقد الجلسة ومن ثم المضي بالانتخابات. المرشحون الذين سيدخلون بقوة اليوم محمود المشهداني وسالم العيساوي. نتحدث عن الاتجاهات السياسية، هنالك انقسامات داخل الإطار التنسيقي في إلى من سيصوتون، كذلك توجهات للبيت السني لدعم مرشح ودعم آخر، بالتالي ستكون هنالك منافسة شديدة في هذه الجولة، خصوصا أن الجولة الأولى حصد فيها العيساوي ما يزيد عن 95 صوتا، وأيضا محمود المشهداني وصل التصويت إليه إلى 48 صوتا. بالتالي جلسة اليوم هي جلسة بالغة الأهمية لما فيها من مواد قانونية مهمة، خصوصا نتحدث عن المادة المعنية بانتخاب رئيس مجلس النواب الذي طال انتظاره كثيرا، ومدد الفصل التشريعي الحالي بعد نهاية عمره القانوني إلى 30 يوما على أمل أن يحسم هذا المنصب خلال هذه الفترة وعدم الانتقال إلى فصل تشريعي ثاني دون حسم هذا المنصب. تأخر حسم منصب رئيس مجلس النواب تحدث عنه أطراف سياسيون على أنه خطر جدا على العمل التشريعي والرقابي من جهة، ومن جانب آخر تحدثوا عن ضرورة حسمه في هذه المرحلة. الشعب العراقي يتأمل حسم منصب أهم رئيس سلطة في البلد، السلطة المعنية بتشريع القوانين، خصوصا أن الكثير من القوانين اليوم معطلة ومعرقلة وتحتاج إلى الروح المعنوية لرئيس أو لرئاسة المجلس ألا وهو رئيس المجلس المضي بحسم هذه القوانين وهذه التشريعات. بالتالي الجميع يترقب وينتظر عقد هذه الجلسة والمضي بانتخاب الرئيس. الكثير من الأطراف السياسية تحدثت عن المادة الأولى المعنية بالعطل التي تحدثت عنها في بداية حديثي، وأكدوا على أن إن كان هنالك خلافات ضمن القراءة الثانية فضرورة تأجيل القراءة الثانية والمضي بحسم المنصب الرئاسي لإنهائه وحسم الجدل حوله والمضي بأن يكون هنالك رئيس لمجلس النواب بشكل رسمي وأن لا يدار بالوكالة كما هو في الفترة الماضية. نعم. طيب محمد، يعني المعطيات الأولية هل تشير بأن الجلسة ستنعقد في موعدها المحدد أم أن هناك يعني سيحصل تأخير على هذه الجلسة؟
تحدثنا عن انتخاب رئيس مجلس النواب، فجميع القوى السياسية تدعو إلى ضرورة تحشيد الحضور والحضور بكفاءة عالية لعقد هذه الجلسة للمضي بانتخاب رئيس مجلس النواب، بالتالي هنالك احتمالية كبيرة لعقدها، لكن لربما سيكون التأخير بسبب المادة التي تحدثت عنها في بدء حديثي، بالتالي لربما سيتغلب الأهم على المهم. اليوم المادة الموضوعة في كفقرة ثالثة والمعنية بانتخاب رئيس مجلس النواب، جميع الكتل السياسية تدعو للمضي بحسم هذا المنصب والمضي بإجراء جولة ثانية بالانتخاب لانتخاب الرئيس، بالتالي هنالك احتمالية كبيرة نعم لعقد الجلسة والمضي بالقراءات وإن توصلوا إلى اتفاق معين فيما يخص المادة الأولى المعنية بالعطل، فلربما ستمضي الجلسة حتى في وقت ليس بالبعيد عن الساعة الواحدة، لكن بطبيعة الحال ربما ستؤجل وتتأخر بعد الساعة الواحدة كما اعتاد مجلس النواب على تأخير جلساته، وبالتالي ستشهد الساعات القادمة حسما وحلا للكثير من الجدل والكثير من الآراء التي تتحدث عن منصب الرئيس وأيضا المادة الأولى ضمن جدول أعمال جلسة هذا اليوم. نعم، من البرلمان مراسل التغيير محمد فراس، شكرا لك.